جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة باستثناء الحاجبين؟ تكلمنا عن هذا في جواب سبق، نعم. قلنا إن أخذ شعر الحاجبين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو سمحت أن يفعل بها، كان تطلب من يزيل شعر حواجبها أو شيئا منه، فهذا هو النمص المحرم الملعونة من فعلته بنص الحديث الصحيح. أما إزالة شعر الوجه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ألحقه بالنمص ومنع من أخذه، ومنهم من أجاز ذلك، والصحيح أنه إن كان مؤذيا ومشوها للوجه فلا بأس بإزالته، أما إذا كان عاديا وليس فيه تشويه فالأحسن تركه خروجا من الخلاف. نعم.